السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أحسن الأحوال. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرى شانيل. وما تنسونيش أخوتي من لايك وتعليقكم بخصوص الموضوع. الفنان المغربي زهير زائر دار مفاجأة لوالديه والأخ ديالو اللي ما شافوه 17 سنة هذه، فغنخليكم مع الفيديو. نعود عليكم بحال الخرافة، أنا دابا في نيويورك وغادي نمشي ندير المفاجأة الكبرى لخويا اللي 17 عام وهو في ميريكان، ما عمر شي واحد في العائلة جا عنده من غير الوالد والوالدة، الوالد والوالدة جاو عنده لأنه هو عارفهم جايين عنده، مصوب ليهم وقاد ليهم بلاصة وكل شيء، ما عمر شي واحد عاد دخل عليه. أنا بغيت هاد المرة نجي عنده، ما فراسوش هو والو، دونك أنا دابا غادي عنده. يلا خرجت من نيويورك رفقة خويا نزار العزيز الغالي. فاش عاودت لك هذا الفيلم هذاك اش قلتي لي؟ فيلم هوليودي. فيلم هوليودي. دونك ما فراسهمش خديت فيزا، ما فراسهمش خديت البي ديال الطياره، ما فراسهمش جيت دوزت 5 ايام في نيويورك ودابا غادي عنده الفيلادلفيا فين كاين هو. اش غنقول لكم؟ انا والله تا اكسيتي، وهاد القضيه كنت باغي نديرها من زمان واليوم غتحقق لي ان شاء الله وغادي نبارطاجها معك. وللمعلومه فقط، الوالده والواليد راه عنده دابا، الواليد خدام معاه في الريستورون فين خدام هو، هو المانجر ديال ريستورون كبيره في امريكان، والواليد خدام معاه. المهم لقى ليه بريكور خدام مع الواليد، مرتاح مخلص مزيان كل شيء مزيان. ايوا والوالده جالسه في الدار اللي اون فاس مع البلاصه فين خدامين هما بجوج. كتبتها في جوجل، عطاوني معانا الخويا، قلت ليه شوف فؤاد صيفط ليا الجنسيه، بغيت نوريها لصاحبي اللي راه عندي خويا في امريكا. صيفط ليا الجنسيه ديالو، ضربت على الادريس كتبناها في جوجل. غادي لها غادي لها البلاصه فين كاين هو، راه ما يمكنش واحد اللعيبه، راه ما يمكنش، راه هذه القضيه راه لحمي مشوك. الوالده ما نقدرش ندخل لها ديريكت، لان الوالده تقدر تسخف ولا تطرى لها شي حاجه، ما نقدرش. ولكن خويا والواليد شوف غيشوفوا العجب. معلومة عاوتاني، الوالدة والواليد راه هنا في ميريكان عند خويا لمدة ديال عام قل شي 20 يوم ولا هادي. دونك أنا بزاف توحشتهم، موالفين كيهضروا معايا أبيل فيديو عام هادي، وديما هما كيمشيو ويجي وديما لي زابيل فيديو. دابا غنوقف عليهم وقفة رجل واحد، أنا توحشتهم بزاف بزاف، وهما توحشوا الفنان ديالهم، توحشوا الكوميدي، ولدهم الزوين اللي تا هما توحشوه غادي يجي تلعندهم، فهمتوا؟ يلا خليكم معنا ما تزابيوش. وعندي اختي في كازا وخويا في كازا، ما فراسوش باللي خوهم مشى للولايات عند خوهم امهم وباهم، حيت الا قلتها ليهم غادي يقولوها ليهم. اذا انا حيدت هادشي كامل وقالوا لي فين غادي، قلت لهم مسافر للداخله، غادي الداخله. وصيفطت واحد الفيديو، راه ما يمكنش، راه شحال كيقشر بالضحك، راه ما يمكنش. صيفطت فيديو ديال فاش كنت في الداخله قديمه، ما قالت لي الوالده راه كنعيطوا لك ما كتجاوبش، وصوبت فيديو درت ودخلته في في ان ديال المونتاج، ودرت الصوت في الطريق وحنا غاديين، والفيديو حتى هو غادي في الرمله، وقلت لها الوالده انا راه ما كنجاوبش، راه داخله وهنا راه ما كاينش الريزو وما كاينش كونيكسيون. تاقو قولوا لي كي جيتكم. ها انا حدايا وما عرفتكش. ولكن هذا راه خويا راه هو صافي دابا الحركة، ولكن هذا كيتيري فيا يسحبني باغي نشفرو لي، هذا كيتيري فيا نقول ليه الزهير، هذا زهير خو. هاي 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 فين نتوما عايشين الحياة مع الخضورة. عليك الوالدين. يلا زهير يلا يلا استنى استنى يلا انت راه ما كاينين لهيا كاين لهيا القنت شي القنت ديال لهيا يلا راهو هذيك هو التصاور تما فين كيصيفطوا لي التصاور سير الله يعاونك الله يعاونك الزوال سير قول لي اش قول لي قول لي داك الشيء اللي غيوقع فيك صور الرياكسيون ديالو هو بدون ما انت شفتو صور صور الرياكسيون عندك ما تشدوش نهضر مع دابا انت قول لي الرياكسيون مرة شدو 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 هو اللي وجهه واش شدو هضر معاه السلام عليكم.
لا 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 انا نسد انا نصور اسي رسي اهضر معه قولي بغي يخدم قولي بغي يخدم السلام عليكم مرحبا بكم مرحبا 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 مرحب
نزار كي مرحب جي بيا نرحبوا بك اخويا مرحبا كل خير قول له مرحبا راه هزني فوق راسه مسكين مرحبا اي وقت في فيلادلفيا مرحبا انا عارف الدار انت في نيويورك وفي فيلادلفيا مرحبا مرحبا واش سيما تبارك الله الجليلي ما كيجاش مرحبا واش بغيتك فنص صحه وراحه يا ولدي مرحبا بجلال سي بلا هذه احسن جلال وزنيه بالحبه ايه هذا واي يا 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 انا غادي نصور هويا شنو هذا شنو بقيت كنقول هذا هذا الشيء ديال هذيك المسابقه ديال الجيه كطيبه كطيبه دورا يا الحمد لله شوفوني انا في الولايات انا في الولايات شوفوني انا في الولايات اي 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 هاي عليا في الولايات هاي عليا انا في الولايات شوفوني هاي الولايات فالله يخليهم بعدياتهم والله يسمح لنا من الوالدين والله يسهل على الناس اللي في الغربه يشوفوا والديهم والناس اللي عزاز عليهم عما قريب ان شاء الله يا رب صراحه خوتي الغربه صعيبه وما غادي يحس بهذا الاحساس غير اللي مجربوا فالله يسهل عليهم والله يفرحهم عما قريب ان شاء الله فكنتظر اخوتي تعليقاتكم بخصوص هذا الموضوع شكرا على حسن المتابعه الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه